عادي، كل الأمور ماشية. حنأخذها الآن بالتفصيل. نماذج من الآباء يمكن تصنيف الآباء من حيث علاقتهم بأبنائهم إلى أربع أنواع. حنأخذها الآن دكتور إيناس. وأدري آخر واحد بالأصفر نفس الكلام اللي قلتي. عندنا الأب الحازم والأب المتسلط والأب المتساهل والأب الذي لا يبالي، كما ذكر الأستاذ الدكتور إيناس. أربعة، نأخذ واحد واحد فيهم ونشوف إيش صفات الآباء هذولا. الأب الحازم، الأب الحازم هنا يا أخوان لا تختص في الذكر فقط، وإنما حتى الأم. كم مرة سمعنا وعرفنا وشاهدنا أمهات أزواجهم ماتوا من فترة وربت أبنائها وأصبح هذا طيار وهذا ضابط وهذا مهندس فكوني حازمة. الحزم أو الأب الحازم يريد تحقيق الانضباط ولكنه واقعي، يعني بواقعية. أحكم بيتي وأبنائي لكن بانضباطية واقعية، مو متسلط. يضع القواعد ويفرضها على أبنائه. هو الأب هذا أو الأم تضع القواعد، الأسس اللي يقوم عليها البيت، تفرضها على الأبناء. فرض، لاحظوا أنها فرض، ولكن أرجع وأقول زي ما ذكرت بواقعية في أخذ وعطاء. لكن في النهاية لا أهمش دوري كأب، وأنت أيضا لا تهمش دورك كأم. جميل أن أحتوي أبنائي وأجلس معاهم أتكلم معاهم وأضحك معاهم ألعب في الحدود. أن يعرف الأبناء ويكبرون على أن هذا أب له كل الاحترام وكل التقدير وكل الإجلال، والأم كذلك. الأب هذا الحازم حساس لحاجة أبنائه ومتجاوب معهم. ابني محتاج لشغلة معينة أوفر له هي في أسرع وقت. أبحث عن حاجيات ابني النفسية وأحاول أخرجه منها. متوتر أخرجه، إذا كان متضايق يعني أحتويه. أبحث عن أو حساس لحاجة الأبناء ومتجاوب معهم رغم أنه وضع القواعد وفرضها عليهم، ولكنه حساس لحاجة الأبناء سواء مادية ومعنوية ومتجاوب معهم في هذه الحاجات. عندما يتطرف هذا الأب الحازم في السلطة جاوبه مع احتياجات الأبناء، عندما يكون أكثر حزم يصبح أبا شديد الحرص والخوف على أبنائه، وهذا خطأ. فخليك أب حازم بدون تطرف، خليك واقعي زي ما ذكرت في البداية. هذا هو الأب الحازم اللي كلنا نتمنى أن نكون هذا الأب. طيب الأب المتسلط، هذا الأب مع الأسف موجود. وأعرف ناس زي كده، جاتني حالات كثيرة بهذه الصفات. يكثر من الأوامر والنواهي، يريد تأكيد الانضباط بشدة، آمر أنهى بدون نقاش، لا تناقشني، لا زوجة ولا ابن ولا أحد يناقشني، خلاص الشيء الفلاني يصير حتى لو خطأ لا أحد يتكلم معي. وغير حساس لاحتياجات أبنائي ولا يتفهمها، ما هو زي الأب الحازم، هذا غير حساس، خلاص أمر نهي، ما في خرجة. يا أبوي أبغى أكمل الجامعة القسم، لا ما في، تدخل هندسة يعني هندسة، طب أنا ما ولا كلمة، خلاص اللي أقول أنا هو اللي يمشي، هذا خطأ.
نعم بعفو يا دكتورة. وعندما يتطرف هو أب متسلط، وعندما يتطرف في السلطة يصبح قاسيا جدا. هو قاسي في الأساس، بس عندما يزيد تسلطه يصبح قاسي على مين؟ على أبنائه وزوجته، الذين إذا مات هو في يوم من الأيام ربما لا يترحمون عليه. الأبناء أمانة، الأبناء أمانة عندنا، أمانة يا ناس. لا تأخذ الأمور إن هذا ملكي أضرب أذبح أسوي، لا 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 لا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لأن الأمانة ما هي شيء بسيط. ومين هم السماء والأرض والجبال؟ يعني ثلاثة إحنا عندها لا نسوى شيء، في الصلابة وفي القوة وفي الثبات وفي الجمود، وحملها الإنسان. ليش؟ لأنه كان ظلوما جهولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم برافو. طيب نأخذ النوع الثالث، مين هو؟ هو الأب المتساهل. هذا الأب أغلب ما تكون الصفات هذا في رجل الأعمال، عنده خير، عنده فلوس، عنده رزق، اهتمامه الأساسي باحتياجيات الأبناء ورغباتهم، هذا اهتمامه. ايش يبغى ابني؟ يا بابا انا ابغى جوال. طب يعني يكون عندها جوال ايفون 6 بلس؟ لا يا بابا انا ابغى كمان جوال هالكسي شو يسموه 6 اس 6 او 6 اس مدري. حاضر، ما يقول لا عندك الجوال، عندك ايفون 6؟ لا حاضر ابشر. وراح جاب لها الجوال، خذ بابا انا ابغى سياره. وعنده سيارة 2014، لا أنا أبغى سيارة 2015 بس. أبشر إيش تبغى؟ أبغى مرسيدس. حاضر يا ولد. راح جاب له مرسيدس، وهذه حياته. لا يطلب من الأبناء إلا قل القليل، ما يطلب منهم، يعيش حياته كده. هو القائم بأعمال البيت، ملبي جميع رغبات الأبناء كبيرهم وصغيرهم، وما يطلب منهم شيء. يشب الأبناء مع هذا الأب، يشب الأبناء بلا ضوابط ويفعلون ما يريدون. غير الانحراف يا دكتورة إيناس، أنت صح كلامك، معرض للانحراف الابن، لكن غير الانحراف هو لو فكر في شغلة معينة، إن أنا ما حيكون لي هيبة أمامهم. يعني هذا الأب لو دق عليه في يوم من الأيام، اتصل عليه الابن هذا، لو دق عليه الأب في يوم من الأيام، يا ولدي أمك عند بيت خالتك أباك تجيبها، يا أبوي أنا مع أصحابي دحين، خلي أحد يروح يجيبها، روح أنت جيبها. شفت الرد كيف؟ وهذا ما ذكرته، لا يتوقع الطاعة من أبنائه، بل ينتظر منهم أن يكونوا أصدقاء. يعني شال صفات الأبوة شخصيته، خلاهم يردوا عليه ردود قاسية. ويا ما شفناهم، أب جالس وفي اليوتيوب موجودة، يعني أب جالس وابنه عمره يمكن 6 سنوات أو 7 يدخن أمامه ويصوروا، هذا الأب يصوروا فيديو. أي حماقة هذه؟ أي سخف هذا؟ وعندما يتطرف هذا الأب المتساهل في تلبية احتياجات أبنائه، يجعلهم أبناء مدللين مدلعين، كل شيء عندهم سمعا وطاعة. أبغى سافر سافر، تتسافر بدون محرم ما في مشكلة،
لكن بيجي عليه يوم يبكي ولا ينفع البكاء على اللبن المسكوب. فابعدوا عن هذا النوع. أما الأب اللامبالي هذا شخص آخر، هذا عايش ملكوت آخر، هذا عايش مو في الكرة الأرضية، هذا تزوج وخلف ابناء ونسيهم، لا يطلب شيئا من أبنائه، لا يعرف احتياجيات أبنائه ولا يهتم بها ولا يتجاوب معهم. هذا هو الشخص اللي أقول لكم عليه عايش حياته فيها، أكله فيها، نومه فيها، مين دخل، مين جاء، مين سافر، مين عنده ضيوف في البيت، ما أدري، ما أدري عن شيء. هذا عايش زي ما قال الشاعر الأمير خالد الفيصل: ولا أني بندمان على كل ما فات، أخذت من حلو الزمان ورديا، هذه حياتي عشتها كيف ما جات، آخذ من أيامي وأرد العطية. يقضي معظم أوقاته منشغلا عنهم في أعمال أخرى، ما هو فاضي، أو بمعنى أدق فاضي لدرجة أنه وصل لأنه مو فاضي، الفضاء وصلته لمرحلة أنه مو فاضي. هو مهمل مهمل، وعندما يتطرف يصبح أكثر إهمالا. عرفنا أنواع الآباء الآن يا أخواني. أنا تعمدت أني أبدأ الأمسية هذه بتوجيه بعض الأمور للآباء والأمهات، لأن الإبن ما حيطلع من كيفه، الإبن ما حينشأ من كيفه، حينشأ على كيف والديه. صحيح أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمنع أن نأخذ، الله قال سورة الكهف: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، ما يمنع أن نأخذ الأسباب. ذاك الأعرابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته، قال: يا رسول الله، أعقدها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ أنت توكلت على الله، أبيها الناقة هذا، لكن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أعقدها وأتوكل، خذ بالأسباب. كما قال الشاعر: وإنشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولا تنسوا يا أحبة الدعاء، الدعاء ثم الدعاء، أدعو لأبنائكم بالهداية والصلاح قبل الحفظ. احنا سمعنا دائما وبنقعد مع ناس: الله يحفظهم، الله يحفظهم. طيب ممكن الله يحفظه، بس في قادم الأيام يكبر ويتعبك، أدعيه بالهداية والصلاح، الله يصلحهم، الله يهديهم، الله يصلحهم، حتى وإن ما أخطأ الله يصلحهم. نوح عليه السلام هو ابنه، قال: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من النار. ذاك اليوم في النهاية نوح دعا ربه: يا ربي إن ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل. حتى يعني الله رحيم بنوح عليه السلام، ما قال له ابنك عشان لا يجرحوا، إنه عمل غير صالح. شوف رحمة الرب فين وصلت، ما بقول له إن ابنك غير صالح، لأنه حتجرح نوح، إنه عمل غير صالح. فادعوا لأبنائكم بالهداية والصلاح بشكل دائم. هنا 15 أسلوبا سلبيا يمنع ممارستها للقائد التربوي. لا تمارس ال15 أسلوبا هذه. لك أيها الأب وأيتها الأم: الصراخ، الصراخ رقم واحد يلغي لغة التواصل والتفاهم بين طرفي المعادلة. أنت أب وأنت أم،
لا تحتاج ولا تحتاجي لكي تثبتي وجهة نظرك ولكي تثبت أبوتك ولكي تثبتي أمومتك. أنت أب وأنت أم، أمامكم الآن هذا الطفل سواء طفل أو كان مراهق، ما يحتاج تعلي صوت أساس. هل لو عليت صوتك بيقول لي وهذا أمي وهذا أبوي؟ إن هو لما عاش معاكم الفترة المدة دي كلها السنين هذه كلها ما كان يعرف إنك أنت أبوه ولا أنت أمه، ولا بعد ما صيحت عليه يلغي لغة التواصل، ما حياخذ منك ولا حيستجيب لك، وحيحاول يتهرب من الحوارات معك أو معك. ابن هنا يدخل في حالة من الدفاع عن النفس بعد الصراخ، ابني أخطأ وجاء صيح صيح. رد الفعل إيش هو؟ إنه الابن يدخل في حالة من الدفاع عن النفس والخوف من الصوت المرتفع ويركب ما مفيش في الطرق التي تحميه من ردود أفعال غير منتظرة من مين؟ من الأب والأم. ولا يبدي، شوف لاحظوا النقطة هذه مهمة، ولا يبدي أي اهتمام بسلوكه الذي أثار هذا الصراخ وتسبب فيه. ما حيفكر في الخطأ اللي سواه، حيفكر كيف أنا أهرب من العقاب اللي ممكن يجيني. أيوة عفو عليكم. طيب أخذنا الآن رقم واحد الصراخ، رقم اثنين التأنيب واللوم. كثرة التأنيب واللوم، كثرة التأنيب واللوم يوغر القلوب ويفكك العلاقات والروابط ويبعد القلوب ويقتل المشاعر الإيجابية بين الطرفين. تخيل الصفات هذه كلها في التأنيب. ابني دائما أوبخ ودائما أعنب ودائما ألوم ودائما قاعد أقول كثرة التأنيب، مو التأنيب بشكل عام، كثرة التأنيب واللوم. طيب رقم ثلاثة الأوامر الكيفية اللي هو الأب المتسلط. كثرة الأوامر دون عملية إقناع يرافقها تحول الابن إلى آلة لتنفيذ الأوامر وتلغي شخصيته وتضعفها وتجعل منه شخصا انقياديا وليس قائدا مستسلما لا كيان له. أما يجي ابني من يوم ما يولد بعد ما يبدأ يشب بعد ما يبدأ يعي أعطيه أوامر أوامر وبدون إقناع قوم عن النوم الآن، طيب لسه قوم عن النوم ولا كلمة بدون إقناع، لما تقول له يا ولدي خلاص جاء موعد نومك الآن، بكرة وراك مدرسة وراك مدريش وراك رحلة وراك، لا خلاص ولا كلمة. لما نقول شيء قول حاضر قوم، بس يا باب الساعة ولا كلمة، أقول لك خلاص انتهينا. مرة ورا مرة كل مرة تستمر الأوامر الكيفية صفاتها إن الابن يتحول إلى آلة لتنفيذ الأوامر وتلغي شخصيته وتضعفها وتجعل منه شخصا انقاديا سواء لك. ممكن يجي شخص آخر في قادم الأيام يأمر بنفس الطريقة حقتك فتلاقيه شخصا لأنه خلاص تربى على الانقياد. ويا كثر الحالات اللي نعيشها الآن، يا كثر المشاكل اللي قاعدين. أنا جاتني حالات كثير والسبب فيها الآباء والأمهات ما هو الأبناء. أهملت ابنك وأهملت ابنك من سنين، بعد ما شب ابنك حس إنه ما عنده أب ولا أم، ما في إلا هواش، ما في إلا مشاكل، ما في إلا ضرب، ما في إلا صياح، ما في. والآن بعد السنين بعد ما ولد هذا الابن الكراهية والبغض والحقد والانتقام والنفسية، جاي الآن تقول يا أخي ابني تغير، ابني ما كان كذا. لا يا شيخ، قول والله كويس أن ابنك على قيد الحياة لحد الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوان.
احذروا من هذه الامور. طيب رقم 4 تهديدات. كثرة التهديد بكل انواعه، المباشر وغير المباشر والمشروع وغير المشروع واللطيف والعنيف، اي تهديد كان لا يساعد ولا يسهم في حل مشكلة او ابعاد ابن صغير عن سلوك مزعج. محمد صلى الله عليه وسلم يا احبتي الافاضل قال كل ابن ادم، ايش قال؟ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام، هذا احنا الاباء والامهات ما ندخل فيه؟ نعم، كل ابن ادم صغير خطاء. طيب انا اخطي وانت تخطي، اب يخطي ام تخطي، ايش معنى اجي اركز عند خطا الطفل هذا؟ ايش ابغى ابني ملاك ما يخطئ؟ لا، الابن حيخطئ، شئت ام ابيت حيخطئ، هددت ولا ما هددت حيخطئ. لا تحسس نفسك وتوهم نفسك وانت كذلك اختي الفاضله، لا تحسس نفوسكم انه ابني ما راح يخطئ، ابني ما يخطئ مستحيل. لا، ابنك بيخطئ وبيخطئ 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 لين تقوم الساعة. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس كلام هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لو أنكم لا تذنبون الذنوب هي الأخطاء، لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني احنا الكبار بنخطي غصبا عننا، ما بالك الاطفال؟ فلا تهدد ابنك على الاخطاء لانه بيخطي، ما حيعدل سلوكه. هناك عدة تقنيات افضل من التهديد. لابد ان يكون الخطأ في المجتمع حتى ما فهمت يا استاذة يا دكتورة ايناس. التهديد يدخل الطفل في نفق القلق النفسي. برافو. لغة الحوار، برافو عليكم ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشريحة اللي بعدها السخرية يا أخوان. وهذه مشكلتنا يا دكتورة إيناس، مشكلتنا لما نقول أنا كنت في العمل قبل 3 أيام، أو عفوا يوم يا الأربعاء يا الخميس إذا ما خاب ظني، يا أو رمس يا قبله، فكنت أتناقش أنا وفئة من الأخوان المجتمع، يا أخي أنا أبغى أتغير، بس لما ألاقي حولي ناس مديش يحبطوني، قلت يا أخي هذا ما هو منطق ولا هو أسلوب حواري. لما بتجي عند امام رب العباد يوم القيامة، والله يا ربي انا كنت ابغى اتغير لكن في ناس حولي، ما في عذر، لا تقنعني بالمنطق والعقل. محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما بدأ دعوته من كان قومه قريش اعنف واشرس الناس، ما قال يا ربي في ناس حولي ما اقدر ما اقدر، كان يمشي آذوه صوبه، لأني أردت التغيير، لأني عندي هدف عندي طموح عندي رسالة، ما حيهمني اللي حولي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا مسؤول عن نفسي ورعيتي، ماني مسؤول عن المحيط اللي حولي مجتمعي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله بيحاسبني أنا لوحدي، صح ولا لا يا أخوان؟ الله بيحاسبني أنا وحدي. الحي اللي حولي كله متناقض، ما عندي مشكلة دام إنه أنا قاعد أعمل الصح وهم كلهم بيستهزئوا فيا، عندي مشكلة. أنا أعطيكم مثال، الأفكار الإبداعية من فين تجينا أصلاً؟ من السخرية. يعني الآن الحبر زمان مين كان فاكر
كيف كان القدم، القلم عفوا مو الحبر، القلم كيف كان زمان؟ ردوا علي. هل كان الحبر داخل القلم ام خارج القلم؟ كان الحبر خارج القلم. جاء شخص ما في يوم من الايام قال يا اخي ليش الحبر خارج القلم؟ ابغى اسوي قلم الحبر داخله. تخيلوا الفكرة هذه في وقتها ماذا لقت؟ لقت سخرية واستهزاء ليس له منطق. يبغى ايش بك صاحي انت؟ انت صاحي ولا مجنون انت؟ ضحكوا عليه، لكن عنده افكار ابداعية. دا منه سخر مني قومي، انا ما اتكلم على سخرية الاب من ابنائي، لا هذا موضوع اخر. انا قاعد مع اصحابي واقراني سخروا مني، معناها انا فكرتي ابداعيه. عمل القلم هذا واصبح القلم القديم لا قيمه له. جاء شخص قال يا اخي ليش احنا ننام فوق السرير، فوق السرير، السرير ينام فوقنا. اي فكره، اي عبقريه هذه يا رجال، قوم اقلب وجهك بس بلا. وفعلا سوى السرير ابو دورين، السرير من فوقك. نعم. طيب، السخرية من الابناء، السخرية من السلوك المرفوض، تسحب الثقة من الطفل. انت قاعد بالسخرية، شوف 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 ما يعرف يلبس، شوف كيف يسوي، شوف لا 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 طاح، يا تقعد تتمهزأ عليه وتسخر من الطفل بهذا الشكل. انت منك عارف انك قاعد تسحب الثقة، تسحب الثقة وتقنعه بايش؟ بعدم قدرته عن التخلي عن سلوكياته المزعجة. خلاص انت الان قاعد توصل له رسالة انك انت حتستمر كذا. هو خلاص في باله انا كذا البس الله عزكم الشبشب بالمقلوب، راح البسه بالمقلوب طول عمري خلاص. عرفت الان يا احبتي ويا اخوان ويا اخوات، عرفت مشاكل الابناء من فين اصلا؟ عرفت ان الخطا والعيب فينا احنا مو فيهم هم. مشكله بعض الاباء والامهات يبغوا ابناء مهره، ابناء اطفال نوابع. لا يا اخي، ما هو تفكير انسان عاقل. ابني انا اوجهه، انا اوجهه، انا احاوره، انا اعلمه. لا يجي واحد يقول له المدرسة بتسوي، بتقول له اشياء وسخة وهذا مدمين. لا لا، اقدر انا اخلي ابني من جماعة الصف الاول في المسجد الصلاة، والله العظيم انها تهذب، تهذب. اقدر اعلمهم واقدر اخليهم اناس قياديين وليسوا انقياديين. لما يكون ابني قيادي انا اضمن انه لما يروح بعد توفيق الله في الاول وفي الاخير مدرسة، يروح مع اقرانه من ابناء خالته، ابناء عمومته، أضمن لما يقعد معاهم هو اللي يأثر عليهم، ما هم هم اللي يأثروا عليه. طيب، الشتم، شتم الطفل ووصفه بنعوت سلبية تثبت هذه الأوصاف. لما نسب الطفل يا غبي يا حمار يا الاخره وبشكل مستمر مع كل خطا، انا جالس اثبت هذه الصفه فيه، ويجي الطفل ويقتنع بها، انا غبي. فضلا غير يعني غير عن ان السب والشتم يعلم الابن البذاءه. يا ما شفنا على جيني بعض المقاطع، ابن
ما يتعدى 4 سنين 5 سنين يسب سب وتلاقي يصور اخوه الكبير ولا ابوه ولا امه. من فين جابها؟ وحي. فاذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة اهل البيت هي الرقص. يجب ان نتعلم. برافو يا استاذ ايناس، والله اجمل ما قرات، يعني فعلا يجب ان نتعلم. يجب ان نتعلم، ما قال يجب ان نوجه ابناء، يجب ان نتعلم كيف نوجه ابناءنا ونجعلهم اصحاب بصمه. تعلم فليس ملء، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل. محمد صلى الله عليه وسلم تعلم، علم جبريل، علم ربه، الصحابه علمهم محمد صلى الله عليه وسلم، نحن تعلمنا. مو عيب ان الانسان يتعلم، مو خطا، يجب ان نتعلم. احفظوها المقارنه، لا تقارن طفلا ابدا باحسن منك جايب كم. شوف هذا كيف ما شاء الله في الصف الاول قاعد وانت تاخر، لا تقارن. فالمقارنه اصلا لا تجوز بين شخصين، وهي غير منطقيه وغير مجديه وغير فعاله، بل بتسبب البغض. حتى اخوه لا تقارنه باخوه، ما شاء الله اخوك شوف كيف ما شاء الله تبارك الله جايب احلامه وانت هذا الكلام عندك انت سهل، لكن عند الفعل يولد البغضاء. انتوا عارفين انه في عائله الان، والله ما بالغ، والله العظيم لا ابالغ، عائله كبار يعني اصغر واحد فيهم عنده ابناء، والاخوان متقاطعين مع اخوه، واخوهم هذا يعني كل العائله كبار، عندهم ابناء وابنائهم متزوجين وعندهم احفاد ليسوا صغار، متقاطعين مع اخوهم بسبب والدهم رحمه الله تعالى كان يحبب هذا الابن، يعتمد عليه، يثق فيه. ولد داخلهم شحناء بغضاء، والان سنين طويله وهم في قطيعه. طيب ممتاز، برافو يا دكتوره ايناس. المبالغه في الوعظ، ان النفس البشريه ترفض المبالغه في الوعظ وتسأم ويصيبها الملل، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخول اصحابه، يتاخر عليهم رضي الله عنهم بالموعظه مخافة السامة، مخافة أن يملوا، ما كان ينصحهم في كل جلسة، ما كان يوعظهم في كل جلسة، لا كان يتكلم معاهم ويضحك معاهم ويأخذ ويعطي معاهم عشان لا يملوا من الوعظ. وهذا مين؟ فلا تجي عند ولدك كل يوم يا ابني، يا ابني الصلاة، يا ابني المذاكرة، يا ابني شوف فلان ذاك ما شاء الله وصل لمر، يا ابني الابن بيعقد بيه اكره هذا العلم، هذا ما ابغى ابوه، اقرفتني يا ابوي. لا تبالغ في الوعظ، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سوء الظن بالطفل، تفسير السلوك دائما، انت يا اب وانت يا ام، تفسير السلوك دائما تفسيرا سلبيا يعد من سوء الظن، الظن بالطفل. مزهرية طاحت وانت في غرفتك، جيت من طيحها؟ ما ادري والله، تلاقي عيالك مجتمع، ما ادري من ما يا اخي، يمكن هي طاحت لوحدها، يمكن انهزت الماصة، يمكن واحد بسحب الفرشة طاحت، لا لا اكيد ما سواها لها، انا اعرف انت شقي اصلا. لا يا اخي، لا تدخل في النوايا،
لا تسيء الظن في ابنك وعدم الثقة فيه وقيمه، وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة بين الابن والأب. أيوة فعلا خلاص الابن يا أخي أنا محط أنظار سوء الظن، وكل مرة أبوي يتهمني بشيء ما لا راح أسوي الشيء هذا عشان لما يتهمني يكون على حق، أتهزأ وأنهان على شيء ما سويته لا أسويه تاني. احذروا يا أخوة احذروا هذا الأمر. الاتهام ابنك أخطأ، لا تتهم يا أخي. أنا ذكرت في البداية لا بد أن نفرق بين التوبيخ والتوجيه. الاتهام حين تضع ابنك في قفص الاتهام فأنت تقوم بدور القاضي الذي يصدر الأحكام والمحقق الذي يصدر الاتهامات، بدل أن تقوم بدورك كإيش؟ مربيا وناصحا. خلينا أقول أب أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أخذ الحسين وقبله رضي الله عنه وأرضاه، قبل الحسين فرآه أحد الأعراب فاستصاب الأعرابي فقال أو تقبلون أبناءكم؟ شوف كيف الرد، شوف السؤال. قال نعم نقبل أبناءنا. قال والله إن لي 10 من الأبناء لم أقمهم أحدا قط. إيش كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كلكم عارفين، لكن في مغزى رسالة يمكن أغلبكم راحت عن باله. قال وما لي أن قد نزع الله من قلبك الرحمة. إيش هو المغزى يا أخوان؟ مين يقول لي إيش هو؟ مين يقول لي ما هو المغزى من رد النهي الرسالة من رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ برافو يا أستاذ أحمد، القبلة رحمة، برافو. أن عدم تقبيلي لأبنائي يعني أن قلبي ليس به رحمة. أنتم مستوعبين الفكرة يا أخوان؟ مستوعبين الرسالة؟ ما في رحمة، رحمة ما في. ما قبلت ابني معناها ليس في قلبي رحمة. الأمر خطير، الأمر خطير. طيب ليه بطيء كده؟ ايوه العقاب والعنف. العقاب بشتى أساليبه لا يجعلك تركز على الحلول. ابنك أخطأ، الخطأ حدث وانتهينا وخلاص. جيت انت أخ عقابك مد يدك على الابن أنهى القضية. أنهى. احنا مشكلتنا انه ما نحط مسافة بين المؤثر والاستجابة. المؤثر هو الحدث الذي قام به ابني وأثر فيه، الاستجابة هي ردة فعلي. دام انه انا استجابتي مباشرة بعد المؤثر معناها حتكون عاطفية، عاطفية معناها حس بالقول او باليد او باللسان او بيكم. لكن لو وضعت مسافة بين المؤثر بين الخطأ اللي قام به ابني وبين ردة فعلي حجد حلول. حط مسافة بعد اليوم هذا، أي خطأ يقوم به ابنك أيا كان الخطأ كبيرا أم صغيرا، ضع مسافة بعد الخطأ مباشرة، لا تأخذ ردة فعل مباشرة، ضع مسافة خذ بعقلك. طب ابني قاعد يخطئ وأنا قاعد أمد يدي عليه وأضرب وأسب وأضرب وأسب ما تغير شيء، ليش ما دور حلول بديلة؟ لا
لئلا تكون. العقاب بشتى أساليبه لا يجعلك تكون بالنسبة إليك إشفاء أو إفراز للتوتر اللي أنت عايشه. هربت ابنك، عورته، هذا كل هذه من التوتر اللي أنت عايشه. طب إيش دخل الابن؟ ما دخل الابن في هذا؟ قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثق تماما انه هذا الابن اول من راح يوقف في وجهك يوم القيامه وحياخذ حقه منك، لانه هو ملكك، لانه امانه، حياخذ حقه منك شئت ام ابيت. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا. رد النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس في أمتي. لاحظوا، يأتي يوم القيامة، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته يأخذ من خطاياهم فتوضع عليه ثم يطرح في النار. ابنك من هذول الناس يا أب ويا أم اللي يأخذ من حسناتك ولا تأخذ من خطاياهم؟ ابنك منهم، رضيت ولا ما رضيت؟ لا تتوقع انه يفتدي بيقول لا ابويا، لا انا ادخل النار ابويا ادخل الجنة، لا لا لا، هذا الكلام شيله من بالك نهائيا، احذر. تجريم، وهو من الاساليب السلبية التي تجعل كل شيء اسودا في عين الاب، وكل سلوك يصدر من الابن يعد جرما. كل خطأ يقوم به ابنك جريمة لا تغتفر. فاكتب أن هذا الابن يتمنى موتك اليوم قبل غدا، يتمنى موتك اليوم قبل غدا. طيب، المن، كثرة المن على الطفل وتذكيره بأعمالك وتعبك عليه يجعله في موقف ضعف وتأنيب، عادة ينتهي بمحاولات تخلص من المن المستمر، مثل أنه يسرق، مثل أنه يقوم بعمل أنت ما ترضى بس على أساس أنه أبوه طفشني، أنا تعبت عليك، أنا صرفت، تتذكر يوم ما أخذت لك الشيء الفلاني، تتذكر يوم ما عملت، طول حياتك معات من عليه. خلاص يا أبو، أنت غصبا عنك بتصرف علي، إيش سويت؟ أنت ما جبتني بعد توفيق الله وإرادة الله الحياة دي عشان ترميني للكلاب، جبتني تصرف علي وتشربني. بعض الآباء الله يهديهم يصلوا لمرحلة مخيفة في التعامل مع الأبناء، نسأل الله السلامة. الحذر يا أخوان، الحذر. الانتقاد المستمر، عاد هذا ما يبغى له أي تفسير. لا لا، الانتقاد المستمر واضحة جدا، ما يحتاج إني أقول عنها أي شيء. التحذير، احيانا التحذير من الاشياء غير المقبوله التي لا تصدر اصلا من الطفل. انا احذرك، احذرك، شوف لو سويت الشيء الفلاني هو اصلا ما يسويه، بس انت قاعد تحذر على ايش؟ ما ادري. طب انت عارف انه ما حيسويه، يفتح ملفات التحذيرات بذهنه وممكن اخليه يسويها. انت كانك تقول له سوي الشيء الفلاني،
الابن غافل عنها، ما يدري عنها، ما قد سوى العمل هذا. وانت كل ما جيت لا تسوي الشيء الفلاني، اصحك تروح الحوش، لا تفك الباب الحوش، لا، كانك تقول له سوي الشيء الفلاني. واضح الان الـ15 يا اخوان؟ لا تتعامل ولا تتمسك ولا تنفذ ايا من الـ15 سلوك سلبي اللي ذكرناها. واضحة؟ احد عنده سؤال فيها؟ احد عنده سؤال فليتفضل. فليتفضل. اذا تبغون نواصل اكتبوا رقم 4 يا اخوان. طيب جميل. لا للضرب، ممنوع الضرب. لن تحصل على رخصة القيادة التربوية والممارسة الوالدية إذا كنت تلجأ للضرب في تربية ابنك. وإذا كنت ممن يملكون هذه الرخصة وضربت ابنك، يعني هذه أنت قوم فيها، أنت يا أم وأنت يا أب، من هذه الليلة أو من غدا هات ورقة، وأنت هات ورقة حطوها عندكم، أكتب فيها الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الرابع، الخميس، الجمعة، السبت، 7 أيام. عندي أنا 50 نقطة، كل ما أضرب تروح مني 8 نقاط، كل ما انفعلت على أبنائي ومديت يدي أجي أنا بنفسي، ما حد بيكون معك، أجي أنا بنفسي وأخصم من الـ50 8 نقاط، أو كل 5 أيام 50 نقطة، 10 نقاط. جيت في الليل برضو مديت يدي 10 نقاط، يعني 20 نقطة في يوم واحد، بقي عندي 30 نقطة في الـ5 أيام. إذا كملت الـ5 أيام والـ50 زي ما هي فأنت قائد تربوي مين. أما إذا ما دون الـ30 فأنت يبغالك مراجعة نفس، أنت اللي يبغالك تعدل سلوكك مو ابنك. نعم عدة تقنيات، عدة أساليب يا أستاذة شيماء، ليست واحدة. طيب أكبر برهان أني أبعد عن الضرب محمد صلى الله عليه وسلم ما قد ضرب أحدا قط، يعني هذا في أكثر من كده؟ ما في يعني برهان ولا حافز أكثر من هذا. مو إحنا مسلمين؟ مو قدوتنا أبو القاسم عليه الصلاة والسلام سلم ما ضرب أحدا قط؟ أنا من فين جبت؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم علي على 10، ليس الضرب اللي في بالك. أنت أصلا ما ضربت عشان الصلاة، عشان الصلاة أنت ما ضربت، عشان الصلاة أنت، عشان أمور ثانية. طيب 15 نتيجة سلبية للضرب. ضرب الطفل يولد كراهية لديه تجاه ضاربه. أول ما انضرب بيكره 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 بيكره، بس لما نكبر ما راح تلاقيه حولك، ما راح يفكر فيك، ما راح يطيعك، بيطيعك الآن لأنه طفل. لكن إذا تبلد الإحساس عنده، أو أول شيء ما قد شفنا في المدارس أطفال أشقياء مؤذين انتقاميين؟ هذول الأطفال في بيوتهم يتلطشوا 24 ساعة، بس لأنه ما يقدر يرد بالضرب على أبوه وأمه وأخوانه الكبار،
فيروح عند أقران ويستلمهم واحد واحد. اللجوء إلى الضرب يجعل العلاقة بين الطفل وضاربه علاقة خوف لا احترام وتقدير. بيخاف منك في البدايات، لكن إذا كبر وانت كبرت معه منك، ينشئ أبناء انقياديين. لاحظوا، لما أضرب ابني باستمرار حينشأ ابني انقيادي وليس قائد. انقيادي يعني يستمر طول عمره الناس تأمره وتنهيه. الضرب يقتل التربية المعيارية القائمة على الإقناع وبناء المعايير. الضرب يقتل التربية المعيارية، يعني أنا هحاول أربي أبنائي تربية حديثة إسلامية نشأة صحيحة، بس مجرد ما أضرب أنا مسحت كل الأفكار اللي في بالي اللي كنت أطمح إني أشوف ابني فيها. وأيضا يلغي الحوار والأخذ والعطاء. لما أضرب ابني ما اجي بعدين اقول تعالى ولدي انت خلاص انت قيد لطشت ونفسيتك زفت، فما حياخذ، وحتى لو قاعد معك حيقعد معك خوفا ليس احتراما وتقديرا. يلغي الحوار والاخذ والعطاء في الحديث والمناقشه بين الكبار والصغار، ويضيع فرص التفاهم وفهم الاطفال ومواقع ودعفوا رافع سلوكهم ونفسياتهم وحاجاتهم. اصلا حتى ابنك بعد ما تمد يدك وانت كذلك، حتى لو كان عنده حاجة نفسية ما حيقول لك، لأنه خاف منك خلاص. انعدمت لغة الحوار والأخذ والعطاء بينك وبينه، حيعيش معقد لأنه أبوي يضربني أمي تضربني. جاتني حالات تقول لي ابني انطوائي، ابني ما يتكلم، ابني، وفي النهاية اكتشف بعد نقاش طويل عريض أن الحرمة هي المشكلة. الأم قدام الناس تهزوا والحريم مدري ايش، ولا ما تفكر تقول لا بقى يتعلم ايش، انت نكبتيه، انت دمرتيه من الاساس. هي الان يبالك اعادة تأهيل شامل لهذا الطفل. انت تقبليها، قلت لها السؤال يعني فصا، تقبلي يجي احد انت قاعدة مع كبار امك وخالاتك وصاحبات الوالدة، تقبلي أمك تهزك في الطالعة وفي النازلة قدام الحريم؟ تقول لا. قلت ليش؟ ما ردت. الطفل زينا زيه يتأثر. احذروا يا أخوان، الطفل يتأثر، ولكن إذا داخل الخوف خلاص ما حيجي يقول لك انت الاب ولا انت الام انا فيا كده وكده وكده وكده، لانه اصلا خايف، فحيعيش مدمر نفسيا وممكن توصل للاكتئاب. وذيك الساعه اقعد انقله من عياده لعياده. وايضا يفقر الطفل ويحرمه من حاجاته النفسيه للقبول والطمانينه والمحبه، ذكرناها قبل شويه. يعطي النموذج سعيا للأبناء ويحرمهم من عملية الاقتداء. لما نجي أنا أضرب ابني، أضربه شكلا كل يومين كل ثلاثة علي خطأ، ابني ما حيقتدي فيه، ما حيقتدي فيه ولا حيحبني أصلا. يزيد حدة العناد عند غالبية الأطفال. الضرب يزيد حدة العناد عند غالبية الأطفال ويجعل منهم عدوانيين، لأنه هي إحدى حالتين في علم النفس يا أحبتي. الطفل إذا أتلطش صح يعني بشكل مستمر حيخرج على إحدى حالتين، إما الانطوائية والاكتئاب النفسي وإما العدوانية. يعني في كل الأحوال حتنقهروا عليه،
عدواني بيجيب لكم مشاكل، انطوائي برضو بيجيب لكم مشاكل وعيادات ودكاترة وروح وجاية. الضرب يزيد من حدة العناد ذكرناها، وقد يضعف الطفل، الضرب قد يضعف الطفل ويحطم شعوره. لاحظوا ان قاعدين نقول الطفل، ما قلنا الكبير، الطفل. ويحطم شعوره المعنوي بقيمته الذاتية، يفقد قيمته الذاتية، فيجعل منه منطويا على ذاته، خجولا لا يقدر على التأقلم والتكيف مع الحياة الاجتماعية. قال يسمع ابني احتويه، احببه في المدرسة قبل ما يدخلها، المدرسة ابني حلوة، شوف احنا درسنا وتعلمنا. وفي اصحاب لك ان شاء الله في يوم المدرسه كده خذوه فغلوه. لا ما ينفع، لازم امهد له قبلها بفتره. مدرسه جميله، في اولاد معاك هتقعد معاهم، مهد له فتره طويله. لانه اغلبنا احنا ذيك الايام كنا نبكي وكنا نسال، لانه ما اللي هي فهم الذات، الثقه بالنفس، الطموح، النجاح الى اخره. اللجوء الى الضرب هو لجوء لادنى المهارات التربويه واقلها نجاعه ونجاحا. الضرب يعالج ظاهر السلوك ويغفل اصله، ولذلك فنتائج الضرب عادة ما تكون مؤقتة ولا تدوم عبر الأيام. أنا أعرف عائلة مات أبوهم عادي. عارفين يعني إيش عادي؟ معايا أنتوا يا أخوان؟ كويس. عادي ما فرقت معاهم. التربية والإيحاء. رسالة أنت مهمة يا أخوان لكم. العقل الباطن طبعا كلكم ما شاء الله في معانا نخبة من الدكاترة ومن المستشارين ومن الأخوان أصحاب العلم، يعني كلكم يعلم أن العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والوهم، وكلكم يعلم أن العقل الباطن للطفل حياخذ دون مراعاة لفارق التوقيت والسن والآخرة. أنت، مو أنت يعني، رسالة أنت التي ستوصلها لابنك عقله الباطن حياخذها، حياخذها شئت أم أبيت، حياخذها وحيزرعها خبرة داخل عقله الباطن وحينشأ عليها. أنت مؤدب، أنت ما شاء الله عليك مطيع، أنت فنان، أنت شاطر، حياخذها عقل الباطن إذا تكررت. أنت غبي، أنت حمار، أنت بكرامة، أنت ما تستحي، أنت قليل أدب، أنت حياخذها عقل الباطن إذا تكررت، وحيفتح لها ملف داخل عقله الباطن وحتصبح خبرة عنده. أغلب اللي قاعدين نشوفهم في الأسواق وفي المولات وفي اللي تحرشوا الشباب في البنات والبنات في الشباب، إيش أسبابها يا أخوان؟ ما هي الأسباب؟ هذا ذكرتها في أمسيات عدة، لأن الأمر خطير. والله يا أخوان الأمر خطير. ما أسباب التحرش في الأسواق علني بشكل علني؟ معايا انتوا يا اخوان؟ عدم المراقبة وسوء السلوك من التنشئة. جميل. غيره؟ طيب
السبب الرئيسي هي رسالة أنت اللي كان يأخذها وهو صغير. أنت قليل أدب، أنت ما تستحي مع كل خطأ. أنت قليل أدب، أنت ما تستحي مع كل خطأ يرتكبه هذا الطفل، ما تستحي، قليل أدب. مرة مرتين خلاص أخذها ملف عنده، فك في عقل البطن، فك لها ملف، سماه أنا ما أستحي أنا قليل أدب. كبرت معاه هذه التقنية وهذه الخبرة عفوا، مشيت معاه، صار يمشي يرتكب كل أمر ليثبت لنفسه أنه أنا ما أستحي قليل أدب. فأصبح يمشي يشوف أي أمر غير سوي يسويه. وإن جيت تقول له آدي بنت في السوق ولا يتحرش في بنت ولا تقول لي يا أخي عيب عليك التقي، يقول لك إيش دخلك؟ هو الحين شايفها خبرة يسبية، خلاص أتربى عليها، موجودة خبرة في عقله الباطن. واضحة الآن الصورة يا أخوان؟ فاختاروا لابنكم أنت الذي تريد. إيش تبغى ابنك؟ مطيع؟ قل له أنت مطيع. شاطر؟ أنت شاطر. أنت ناجح، أنت مؤدب. تبغى يطلع عكس؟ أنت ما، أنت قليل أدب، أنت ما تستحي، أنت غبي، إلى آخره. فاختاروا لابنكم رسالة أنت اللي تبغوه. كذا نكون انتهينا من هذه الأمسية، وإن شاء الله في أمسيات قادمة حتكون في هذه القاعة المباركة. وأشكر القائمين الأستاذ إبراهيم، أستاذ أحمد أبو الحسن، الأستاذ صابرين يعطي العافية، أستاذ المدربة النهاية. أشكر الجميع الحضور، الله يعطيكم الصحة والعافية، سامحوني أنا طلت عليكم. أحد عنده سؤال استفسار فأنا موجود. نعم نعم نعم. الطفل كهذا كمبيوتر فارغ. برافو عليك يا أستاذة دكتورة إيناس، فعلا 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 تشبيه بليغ. لا الكتب، شوف يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد ركز معايا الله يعطيك. تعلمنا من كبار العلماء إن من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. أنا أنصحك بالدخول لمواقع الناس الثقات، أو اليوتيوب، أبحث عن المستشارين كطارق الحبيب، كطاهر مهيسرة، كجاسم المطوع، أيا شئت، أي شخص أنت مرتاح له في مجال الأسرة، أدخل أبحث عن فيديوهاته، لأن الفيديو ليس كالكتاب، الفيديو يعلمك أشياء أكثر. أما الكتاب ربما تكون جمل يعني على ظاهرها غير الباطن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح أستاذ أحمد؟ أنا أفضل لك هذه الأمور. وفي حلقات سواء على تويتر، على تويتر أو على فيسبوك أو على يوتيوب، تلاقي حلقات عن الأسرة. لكن في النهاية أنت إيش تبغى تشوف في أبنائك؟ كن أنت كذلك. أبغى أبنائي لا يدخن، أنا لا أدخن. أبغى أبنائي من جماعة الصف الأول في المسجد، أنا أكون من جماعة الصف الأول. كما تريد أن يكون أبنائك كن أنت كذلك. خلاص أوكي، صفحتي على الفيسبوك راجعني عليها، أنا أعطيك أسماء الكتب. ما يحضرني الآن كتب معينة، لكن أتشرف أني أختمك فيها.
طيب القراءة العامة بشكل عام يا أستاذ أحمد، القراءة لما تكون بشكل عام جميلة، لكن في أمور حتفيدني في حياتي الأسرية، كيفية التعامل لا نأخذها من الأشخاص. الأشخاص أوضح وأشمل وأعم، لكن ما في مشكلة دام هذه رغبتك. صفحتي على الفيسبوك إذا كنت عارفها تواصل معي وأبشر، أنا أخدمك فيها بعيوني. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ لا تعطي نفسك إعازات سلبية يا أستاذ أحمد محمد المتولي، لا تقول نادرا، لا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما زال الخير في أمتي إلى قيام الساعة. لما أنت تقول نادرا وهذا يقول نادرا وأنا أقول نادرا، فعلا خليناها نادرا، لا، احنا نقول بشكل كبير موجودة، وأنت تقول بشكل كبير وهذا بشكل كبير، عشان نعيد اكتشاف أنفسنا قبل اكتشاف أبنائنا. تو ذكرت أن العقل الباطن يأخذ، فأنت لما تقول نادرا ممكن أحد في القاعة يأخذ على أنها فعلا نادرا ويروح ينشرها على أنها نادرا، وهذا ينشر على نادرا، وأصبحت نادرة، والنادر في المجتمعات لا يقاس. طيب كذا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفرك ربي وأتوب إليك. ما أحد رد، أن نقول لكم يعطيكم العافية وتصبحون على خير، وكل عام وأنتم بخير، والله هلا بأبنائكم، احتووهم، شاركوهم، ناقشوهم، حاوروهم، وهذا هو الصح. الله يعطيكم الصحة والعافية. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مستشارنا هاني الحمدان على هذه الأمسية الرائعة في تربية الأطفال، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ومن كل الموجودين. وكانت الأمسية بعنوان ابني أمانة عندي، فعلا أمانة غالية وربنا سبحانه وتعالى استودعنا إياها. بنشكره على هذا المجهود وعلى هذا العرض الرائع وهذه المعلومات المفيدة.
وإن شاء الله كلنا نستفيد منها. والسلسلة اللي تقبل معانا بكرة إن شاء الله المدربة سلمى ثابت، وأمسية عنوان أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل. طالما في موضوع التربية ومجال التربية بنكمل إن شاء الله السلسلة تبعا للمستشار هاني إن شاء الله، وتكون أمسية بكرة برضو مكملة بإذن الله. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا بر الأولاد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وإن شاء الله بإذن الله نرى أولادنا أفضل مننا في المستقبل القريب. ونشكر كل الموجودين، الأستاذ أحمد أبو الحسن، والأستاذة أماني، والأستاذة صابرين، والأستاذة نهاية، والمستشار هاني، والأستاذة أسماء، والدكتورة إيناس، ومساب، والأستاذة شيماء، والأستاذ أحمد، والمدربة أمنة، والأستاذ حاتم. ونشكر كل الناس اللي حضرت وخرجت، وبنعتذر للموجودين ونعتذر للمستشار. فعلا الإنترنت النهارده فيها مشكلة كبيرة. وفي آخر الكلام نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر كل الموجودين. السلام عليكم.